إدارة، لابد أن يكون في إدارة اللي وكوادر اللي بتقيم المستشفى هذا. أنا كوادر التمريض كلها جديدة ومستوى متدني، ما هو مستوى عالي. إحنا جبناه من الهند مرات هنود يقوموا بدال اليمنيين ويكلفوا إحنا مكاره وتعب. لما بالوقت نفسه في يمنيين متحاقلين او متطوعين في معاه هاي في يمنيين، لماذا لا يتم استيعاب هؤلاء؟ والله هذه مساله وزاره العمل ما بتغطيش. وزاره العمل انت الان شوف وظفوا حوالي 80 يعني 3 ممرضين، والبقايا كله كتبه ومستشاري اسمه محامي مش عارف، في حاجه كوادر ما احتاج لها شيء، لكن هبولك اياها انت اللي تشيط اطباء وتشتم ممرضين ما يعطوك اياها. يعطوا لك اللي يشتهم. فهنا العرض والطلب الان يعني شوف جالسين فوق نروح الاداره بتلاقي مليان اداره والشغل مهندس. في العام 2008 تم انشاء هيئه مستشفى الجمهوريه العام النموذجي بعدن بهدف تطوير عمل المستشفى باقسامه وتخصصاته والارتقاء بالخدمات الصحيه والطبيه، وترتب على ضوء ذلك استقلاله ماليا واداريا عن وزاره الصحه، غير أن الميزانية المقدرة بـ2 مليار ريال لم تستطع أن تلبي أدنى احتياجاته. بداية دكتور نشكركم على تعاونكم معنا وفي التعرف على أوضاع المستشفى. حقيقة زرت معظم الأقسام في المستشفى. الجميع يشتكي في معاناة، مع أنه البعض قال أنه في تحسن ملحوظ خلال العام المنصرم. الإشكالية في الكادر، الإشكالية في الأدوية، الإشكالية في الأجهزة، نعم. الإشكالية في النظافة، الإشكالية في التغذية. أنتم كإدارة هل لديكم خطة لتجاوز هذه العقبات؟ بالفعل، أولاً نشكركم على المجيء إلى مستشفى الجمهورية، ونشكر قناة سعيدة ما تقدمه من خدمات ومن هموم للمواطنين، ونحن حريصين على أن نذلل كل القضايا للمرضى الذي يأتون إلى عندنا، ولكن الأمور كلها تريد تخطيط وتنسيق وتشتي ميزانية من أجل أن نتخطى هذه المشاكل التي عندنا. المستشفى خلال 20 عام أهمل كثير، أولاً من حيث الكادر الطبي، كثير من الأطباء الاختصاصيين الجيدين راحوا على المعاش، لم يتوظف البديل، هذا جانب. التمريض كان زمان يعني من معهد أمين ناشر كل الكوادر يعني تتخرج وتحل محل الناس اللي يخرجوا تقاعد. الآن للأسف يعني في عام 1994 وظفوا كل الطالبات الثانوية العامة الذي كانوا في الخدمة. هؤلاء مش ممرضين، هؤلاء طلبة، إنما ابتدوا يتدربوا خلال هذه السنوات ويتعلموا التمريض على أيادي الممرضين القدامى. نعم. فالآن عانينا كثير حتى في تسوياتهم، عندما ما عندهم شهائد يعني في التمريض، عندهم شهادة الثانوية العامة لكن ما عنده دبلوم مثلا في التمريض أو بكالوريوس، بعضهم أخذوا دورات والبعض الآخر لم يأخذوا. تمام. نعم. بس دكتور، هل مدى استجابة الجهات المعنية لمطالبكم هذه؟ نحن نرفع دائما يعني كل القيادات اللي مرت المستشفى ترفع. ما هي الردود؟ الردود يعني بشكل يعني ترقيع، مش حلول جذرية. الحلول الجذرية يجب أن تعمل خطة لنقل المستشفى، مثلا المستشفى الجمهورية يتحول إلى هيئة، لازم تعمل خطة لبناء أقسام، التوسع السريري، التوسع في الكادر، إعداد الأطباء، توظيف الناس، إعداد الكادر المتوسط اللي هو الفنيين والتمريض، يجب أن يأتوا من يعني من مدارس متخصصة في تأهيلهم، يعني من المعاهد الطبية أو من. طيب بالنسبة للمتعاقدين المتطوعين في المستشفى، نعم، وضعهم، البعض مر عليهم 5 سنوات أو 6 سنوات وهم ما زالوا. نعم، هذا نتيجة النظام الدولة، يعني ما يوقفوا توظيف المتعاقدين. يجي عدم يعني استبدال او هذا اسمه توظيف بالاحلال. نعم. هذه وقفوها، عندما وقفوا هذه الاشياء لا نستطيع ان نوظف اي احد. دكتور، فيما يخص الادويه، المرضى يشتكون، البعض يقول لا يجدون ابسط الادويه. لا، هذا مش صحيح. احنا متكفلين بالادويه للطوارئ
في طوارئ والحوادث ياخذ كل الادويه مجانا. انا زرت حتى الصيدليين يقولوا انه الادويه شحيحه نوعا ما. هل في امكانيه مراعاه هذا الجانب، اقل حاجه الجانب الدوائي في المستشفى؟ احنا نصرف الادويه المتاحه، لكن لا نستطيع مثلا ان نشتري الادويه الغالي جدا من المضادات الحيويه الذي اسعارها غاليه، لان ما نستطيع ان نغطي. يعني تكلمت قبل شويه انه العدد زاد اكيد. أيوة. دكتور، فيما يخص الاطباء او الدكاتره، انا قابلت اكثر من دكتور يشتكون من هضم حقوقهم. هل في امكانيه لمراعاه هؤلاء الاطباء او مقارنتهم اقل حاجه بالكادر الاجنبي؟ لا، هذا صعب جدا. الكادر الاجنبي بياخذ الطبيب 1800 دولار. الممرضه الاجنبيه تاخذ 450 دولار. بينما الاخصائي عندنا ياخذ 350 دولار. وهذه المشكله. هذه مشكله الدوله، انه يعني اضطرت اغلب الاطباء للعمل في الخارج. الخارج في المستشفيات الخاصه، وهذا يعني حق من حقوقهم، لانه تصور يعني طبيب يدرس 7 سنوات بيستلم يعني 50,000. في مدرس خريج كليه التربيه يدرس 4 سنوات يستلم اكثر من 70,000-80,000. طيب دكتور، اذا ما قارنا ميزانيه المستشفى الجمهوريه في عدن باقي المشافي في انحاء الجمهوريه، هل هي متساوية مثلا؟ لا، مختلف. احنا لسه يعني تحولت الجمهورية الى هيئة يعني قريب، يعني ما فيش حدا. اقصد لماذا لا تطالبون بمساواتكم اقل يعني بالمشافي الحكومية الاخرى، لا سيما وانك ذكرت الان انه في ضغط على هذا المستشفى. احنا نطالب طبعا، لكن والوزارة عارف الكلام هذا، وكل المسؤولين في المحافظة عارفين هذا الكلام، انه مستشفى الجمهورية عليه ضغط كبير، وانه الكادر شحيح، وهم بيحاولوا انهم يساعدونا بقدر الامكان. مثلا بس البعض الدكتور يقول وعود، يعني كلها وعود. دكتور، اذا ما اردنا منك اجابه صريحه وجريئه، نعم، من المسؤول وراء تدهور الوضع الصحي في محافظه عدن وبالذات في مستشفى الجمهوريه؟ شوف، احنا يعني الوضع العام في البلد له دور كبير، تمام. فالجهه المقصره هو انه لا توجد عندنا خطط وتستكمل. مثلا كلما تأتي قيادة في المستشفى تكمل ما هي الخطة هذه. نعم. فعندما ترسم خطة لبناء مستشفى الجمهورية أو تحويلها من مستشفى محافظة أو مستشفى مرجعي كان في السابق إلى هيئة، لازم تكون في عندنا خطة محددة لكم محتاجين أسرة، كم محتاجين أطباء يعني مختصين، كم محتاجين فنيين كادر، تمام، أجهزة، من اللي بيمونها، كيف التموين بيكون على مدى هذه السنوات. نعم. عندما تكون غير موجودة هذه يبقى العمل عشوائي. نعم. يعني يعطوك يعني زي عدة مرات يعطوك يعني دفعة 50 مليون. طيب من معرقل عملكم أنتم فيما يخص الكادر فيما يخص الأجهزة؟ نحن محتاجين إلى كادر مؤهل، سواء في المالي، في الجانب المالي أو في الجانب الإداري. اللي يشتغلوا الآن، أول حاجة المالية هي المسؤولة عن المسؤول المالي مش تابع للهيئة. فبالتالي عندما يغيب هذا العامل أو عندما يوقف يعني معاملات الموظفين، هذا يسبب دربكة في العمل. نعم. هذا جانب. إلى جانب المالية؟ إلى جانب المالية في أيضا التوظيف. يعني مفروض أنه وزارة الخدمة المدنية إن عندما ترفع قوائم بأن في كوادر ذاهبة للمعاش، مفروض توفر فرص توظيف بديل لهم، لكن يعمل جاب، يعمل يعني فجوة كبيرة. دكتور، وكأنك أعفيت وزارة الصحة من وزارة الصحة، هي يعني سنوات كانت هي مشرفة على المستشفى الجمهورية إلى أن تحول لها هيئة واستقل ماليا وإداريا. لكن في السنوات السابقة للصحة يعني دور إنه هي مشرفة بدرجة أساسية، وهذه يعني على حسب خطط. إذن هي دكتور تدخل في المسؤولية ضمن الوزارتين اللي ذكرتهم أنت. نعم، يعني الوزارة لها، هي جهة إشرافية، وهي جزء يعني هي الأساس بالنسبة لصحة المواطن في الجمهورية اليمنية. ما الذي يتطلب أن تعمل وزارة الصحة؟ وزارة الصحة يعني أن تساعدنا يعني في حل المشاكل مع وزارة المالية، مع مجلس الوزراء، مع الخدمة المدنية. والوزير مشكور يعني أبدأ استعداده في هذا الجانب. نعم. في الزيارة الأخيرة لعدن عندما طرحنا عليها المواضيع هذا أبدأ استعداده، وأنه مستعدين يتعاون معنا، لكن ونحن من خلالكم نشكره. لكن الوعود برضو طلب تنفيذ. لا إن شاء الله، يعني الحين زي ما تكلمنا أنه وعدونا في السنة بتوظيف 165 متعاقد، من ضمنهم يعني 10 أطباء
سيكون يعني إن شاء الله يتحسن الوضع. إن شاء الله. الوضع الصحي يشبه بعضه في مختلف المدن اليمنية، غير أن وقع ذلك قاس على مدينة عدن، المدينة التي شيدت المشافي في خمسينيات القرن الماضي وعاشت فترة ذهبية في هذا المجال أيام كان مستشفى الجمهورية في قمة العطاء. من يعيد لهذا المستشفى مجده، وكيف لمدينة عدن أن تصمت وهي ترى أحد أهم صروحها الطبية يتهاوى؟